عليكم بالتآخي والتكاتف والتراحم، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالتراحم والتآخي فيما بيننا، وهذا عكس التفرق والتباغض والتحاسد فيما بيننا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فيتآخوا ويتحاببوا فيما بينكم، وكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من كان فقيرا ومحتاجا فساعدوه بما استطعتم، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن كان مريضا فعودوه وكونوا قريبين منه، ومن كان بعيدا فقربوه. عموما تآلفوا وتآخوا يعينكم الله سبحانه وتعالى ويوفقكم. ثالثا عليكم بالرفق واللين في الأمر كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومن الرفق الشدة أحيانا، إذا كانت في محلها الشدة فهي رفق أيضا، بالنظر إلى عاقبتها، بالنظر إلى عاقبتها تكون رفقا أيضا. لكن نرفق، يرفق بعضنا ببعض. وكذلك أيضا الاجتهاد والنشاط في طلب العلم، وعدم تضييع الأوقات فيما يضر أو فيما لا ينفع ولا يضر، وإنما الواجب أن نجتهد في تحصيل العلم الشرعي. وأعظم العلم وأساسه هو العقيدة وتعلم التوحيد وتعلم الشرك لكي لا نقع فيه. فالعلم الشرعي هو العقيدة الصحيحة والتوحيد. ندرس كتب العقيدة بالتفصيل وبالتوسع حتى نعلم حق ربنا سبحانه وتعالى علينا، وحتى نعبد الله على بصيرة وندعو إلى الله على بصيرة، ونرد الشبهات التي يأتي بها مشركو زماننا حول التوحيد والعقيدة. فلا بد الإنسان يتعلم يا جماعة. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا يقول له فاعلم، فاعلم، وقال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني، علمني شيئا أذكرك أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فلا بد نتعلم العقيدة ونتعلم لا إله إلا الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما بدأ الدعوة وعورض في حريملاء وخرج منها إلى العيينة، ثم خرج منها إلى الدرعية، وانتشرت الدعوة من الدرعية، أول ما قابل الأمير محمد بن سعود رحمه الله سبحانه وتعالى ورحم الله الشيخ، قال لنا: دعوتي هي لا إله إلا الله وباقي أركان الإسلام. وبعدك حكى له الشركيات الحاصلة في بلاد نجد وفي بلاد الحجاز عامة، وقال: هذه الدعوة كانت دعوة الأنبياء والرسل، فوضعوا يدينهم في يدين بعض وانتشرت الدعوة لحد ما الآن احنا بنتكلم عنها، ونحن الآن معتقدين هذه العقيدة السلفية الصحيحة. فتتعلموا العقيدة يا جماعة، كتب التوحيد ككتاب القواعد الأربعة وكتاب الأصول الثلاثة وكتاب كشف الشبهات في التوحيد وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والعقيدة الواسطية والطحاوية والحموية وغيرها. لازم تتعلم الكتب دي، واجب عليك، لأنه دي العقيدة، دي العقيدة وهي أصل الدين وأساس الدين. يعني المفترض يكون
أجهل زول فينا أو أقل زول فينا علما يكون منجض العقيدة، ده المفترض كده. لكن ما ممكن يكون داعية في نظر الناس وهو جاهل بقسط وقدر كبير جدا من العقيدة، ده ما ممكن يكون أصلا. لازم يميز حتى زول ما بيتكلم ذاته يتعلم العقيدة بتوسع، العقيدة بالذات، لأنه ده العقيدة وهي حق الله سبحانه وتعالى على العباد، كما في حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم الجد والاجتهاد في الدعوة ذاته، يعني انت تعلمت لابد تجتهد في الدعوة. والدعاة والدعوة ليست للذين يتكلمون فقط، يعني زول البخطب وهز المنابر أو في الحلقات يتكلم أو يعمل محاضرة زي محاضرتنا دي، ده ما فقط الداعي يا جماعة. في زول ما ربنا ما فتح له في الكلام وفي الوعظ والإرشاد والنصح، لكن ربنا فتح له في مجالات دعوية أخرى مباركة، وقد يكون أجره بحسب إخلاصه للنية أعظم من أجر الشيخ اللي بيتكلم واللي بيحضر له بالآلاف وبالملايين ذاته لقوة إخلاصه لله سبحانه وتعالى. فالدعوة مجالات واسعة، ما إلا الكلام. في زول عنده قروش بينفق، والإنفاق مال الزول اللي عنده قروش بس يا جماعة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث جميع الصحابة على الإنفاق، وأغلبهم كانوا فقراء في البداية، في بداية الأمر. فيجي الرجل شايل مد من شعير يخده قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ويجي الرجل شايل أرطال من الذهب يخدها قدام النبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم أنفقوا. وقد يفوق الآن في زمننا ذا أو غيره الإنسان بقوة إخلاصه لو أنفق شيء قليل في الدعوة، وده نحن لابد نتعلم تعليم إننا ننفق الأموال في الدعوة، تتعلموا عديد. لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يدعو الله سبحانه وتعالى فينزل الله عليه كنوزا وخزائن من السماء ويخرجها له من باطن الأرض، لكن ده كل ما عمل كان يأمرهم بالصدقة عشان يعلمهم يا جماعة. فلازم نتعلم نتصدق، الزول ما يبقى بخيل ويبقى شحيح. صح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. ده نص الحديث، حديث طويل دي نهايته. ولا يجتمع الشح والإيمان، يعني التوحيد، يعني ما بيجتمع الشح والتوحيد في قلب عبد أبدا. فإذا الكرم والجود والإنفاق والتصدق والإنفاق في الدعوة وفي سبيل الله وعلى الفقراء والمساكين والمدينين والمحتاجين، ده من التوحيد ذاته، من التوحيد ذاته ودلالة على توحيدك، فلا بد نتعلم ده. من مجالات الدعوة الأخرى برضو إنسان يوزع على المواد، يوزع على المحاضرات، يوزع على الأشرطة، ينقل للناس الفوائد من خلال وسائل التواصل، أنت برضو داعية. ما داعي إلا تربط عمتك وتركب المنبر بس، ولا داعي بس الحاجات الثلاثة اللي أنا ذكرتها هذه، الخطبة والإنفاق والصدقة وكذا ونقل المواد بس، لا، ممكن تكون داعية بحاجات كثيرة جدا. كذلك يا جماعة الأخلاق، لأنه نحن كثير مننا أو بعضنا بيضيعوا تقديم الدعوة في مجتمعات كثيرة نحن قاعد نقعد فيها بسبب سوء الأخلاق بتاعتنا، والسب واللعن والكلام الفاحش أو البذيء وكثرة المزاح وغير من سوء الأخلاق وعدم الأمانة والغش والكذب والطعن، بل الطعن حتى في الإخوة نفسهم السلفيين. يعني بعض الناس للأسف الشديد ما عنده هم إلا مش يطعن في ناس البرعي والمكاشفي والترابي وحسن البنا وسيد قطب، للأسف يطعن حتى في أخوان، بل البعض والحمد لله ده نادر جدا لكن موجود، ولو ما حذرنا منه المرض بيزيد، يطعن حتى في مشايخه اللي بيدرسوه اللي بيعلموه.
تلقى عنده رأي في ذا ورأي في ذا ورأي في ذا، قاعد بس منظراتي، وهو ما يفقه شيء أصلا من الدين. إن قلت لا أعرف لا إله إلا الله ممكن يرجف لحد ما طاقيته تقع. فالناس حقه يتقوا الله سبحانه وتعالى ويتذكروا قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالإنسان يتقي الله ويخاف الله ويتذكر قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالأخلاق يا جماعة، الأخلاق. بل تلقى بعض الإخوة مطاحنين في بعض في شيء ما من المنهج، يعني ما من أصول المنهج، مسائل قد تكون تقديرية قد تكون اجتهادية ما في حاجة أصلا يتباغضوا فيها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح الألباني رحمه الله: وإياكم والبغضة، التباغض يعني، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. إخوان سلفيين يتباغض في بعض، النبي عليه الصلاة والسلام قال البغضة والتباغض بيحلق الدين بتاعهم. تلقى ده يغيم الليل وذاك شغال دعوة وذاك يهز المنابر، أول ما يتباغضوا البغضة دي والتباغض ده بيحلق، زي ما راسك بتحلق في الحلاق شعر بيتحتى، دينك بيتحتى بسبب التباغض والبغضة. ودي من أبواب الشيطان الخطيرة جدا اللي بيدخل بها خصوصا خصوصا على السلفيين وأهل التوحيد نفسه. عشان كده كان من آخر وأهم وصايا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا. وتكلم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: دب عليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. وشوفوا ربنا كيف مدح الأنصار ومدح المهاجرين بطهارة قلوبهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا مدحهم، بل ربنا مدح قلوبهم، مدح قلوبهم: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ديل ربنا مدح صدورهم جوا، وكون ربنا مدح صدورهم معناته ديل اللي بينفعوا في الآخرة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونقل ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إني لأدعو كل ليلة لجماعة من أصحابي، كل ليلة عنده مجموعة من أصحابه بيدعو لهم الله يفتح لهم ويوفقهم ويبارك لهم ويعلمهم ويغفر لهم ويرحمهم. وقال الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة لولد الإمام الشافعي، الإمام أحمد لقى ولد الإمام الشافعي رحم الله الجميع فقال: يا هذا إن أباك من الستة الذين أدعو الله لهم في كل ليلة. قال: أنا عندي ستة، أبوك ده واحد من الستة اللي هو الإمام الشافعي، أنا بدعو له كل ليلة. فالناس اللي كان قلوبهم بالشكل ده ربنا سبحانه وتعالى رحمهم يا أخي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ودائما اللي بيجيب المشاكل والتباغض والتحاسد في الغالب العطالة الدعوية، يعني بتلقى جماعة ما شغالين دعوة، فبيبدوا نمرة واحد ينظروا، اثنين يتشاكلوا، ثلاثة يتباغضوا ويتحاسدوا، بعد شوية يتضاربوا، بعد شوية يتفرتقوا ويبدعوا بعض. ليش يا بابا صافي؟ ديك اشتغلوا شغل عجيب جدا، يتلموا في مساجد قالوا ما دارين شغل، قعدوا عطالة جوا الجامع بتاع الصافية ومكيفات دواليب كبيرة، رقدوا ناموا تحتها،
بعد شوي عانوا كده لقوا ما في اعداء، لا في صوفيه بيشاكلوهم لا في غيره، بعد شوي وقفوا الدعوه، بعد شوي شاكلوا في بعض ذات، في امور غريبه جدا. هل الطاقيه من السنه ولا ما من السنه؟ ور شاكلوا. هل المئذنه دي بدعه ولا ما بدعه؟ واحد طلع فوق ده يكسر المئذنه في بعض المساجد، وجبت على الجامع طلع عليه تبنجه قال له والله تنزل ولا انشفك من فوق. ليه؟ لانه عطاله دعويه ما بدعه اصلا. يشاكلوا في الخط في الصلاه، يشاكلوا في شنو؟ اشياء العلماء ذاتهم بعضها الاشياء الخلافيه اللي اختلفوا فيها العلماء وبينوا لنا انه فيها خلاف العلماء بتاعين زمان، واحد فيه مشاكل مع الثاني ما في. هسه مساله الستره دي الالباني بيقول واجبه، الشيخ ابن عثيمين وابن باز وكده بيقولوا سنه مؤكده. في واحد شاكل الثاني؟ سمعت كلام زي ده؟ ما في حاجه. ده بيعتبر قوله بالوجوب دين يتقرب به الى الله، وده بيعتبر قوله بالسنه السنيه المؤكده دين يتقرب به الى الله، بس ده الموضوع ما بدور شاكل الثاني، لكن ده من جهلهم وانه ناس عطاله في الدعوه ما شغالين دعوه. شكينا من اعظم الاسباب لتصفيه القلوب مع التآخي والتحابب وكده العمل في الدعوه ذاتها. فنحن دايرين اخواننا دول كلهم يعملوا في الدعوه، قلنا ما شرط اي زول فيكم يكون خطيب واعظ، ما شرط، لكن شرط اي زول فيكم يكون داعيه. ما شرط يكون متكلم واعظ، لكن شرط اي زول يكون شنو؟ داعيه. ده بيتكلم، ده والله ما بقدر يتكلم بيطلع من جيبه حتى لو ما عنده كثير، ده بيجيب الكرسي، ده بيركب الميكروفون، ده بتاع بيعلق الاعلانات، ده بيحول المواد، ده كيف ده كيف ده كيف ده كيف. والدعوه مجالاتها واسعه جدا جدا، فكلكم تكونوا دعاة. هسه ذيل كم؟ لو كلنا بقينا دعاة بالفهم اللي قلنا ده الفهم الصحيح وانتشرنا، ناس الغرب في الغرب وناس الشرق في الشرق والجنوب والشمال والوسط وغيرهم، الناس شغاله والحلقات مدوره والدروس مدوره والمساجد شغاله، الواقع كان بيتغير يا جماعه. شيوعيين اللي قالوا غيروا الواقع ديل انا غيرته اللي بفهمه شيوعيين، شيوعيين كده في السودان جد ما بتيموا 150 نفر. شيوعيين جد جد كده ممكن ما يتموا 150 نفر. البعثيين ما اظن يتموا 10 اشخاص في كل السودان. الناصرين ما اظن يتموا 3، حتى بيك انداكات ما اظن يتموا 3 اشخاص. خلاص؟ ما عندهم شيء نازل، لكن لقوا المجال مفتوح لهم ولقوا التجربه بتاعت الكيزان السيئه خير تمهيد لهم. فبدوا يكرهوا الناس في الدين، فان تتوقعوا كده بس اللي قاعدين قدامي ديل، وديل ما كلهم اخواننا، اخواننا كتار مره واحده. لو بس اللي قاعدين ديل اشتغلوا دعوا بالفهم اللي قلنا ده الواقع والوضع بيتغير كثير. جزاكم الله خير، بارك الله.